عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا الأخوان وبياكم. اليوم إن شاء الله بإذن الله نحن بنتكلم تكملة لمنهج كومتيا لينكس بلس سيرتيفايد بروفيشنال، إضافة إلى منهج لابونتو سيرتيفايد بروفيشنال. إن شاء الله نحن بإذن الله اليوم لنا وقفة حول مسألة الانستوليشن، ولكن بشكل أدفانس، بشكل متقدم. نحن يمكن بالفيديو الأولي اللي تكلمنا عليه، أو الفيديو رقم 2، نحن تكلمنا على مسألة الانستوليشن، ولكن ما تطرقناش لأمور أدفانس. فنحن استخدمنا الديفولت سيتنج، يعني ما عطيناش بارتيشن لليوزرز، ما عطيناش بارتيشن للفار، وما تكلمناش على بعض الشغلات. لكن إن شاء الله بإذن الله هذا الفيديو بنحاول نخليه يحتوي على معلومات أكثر وفرة، أكثر تفصيل، أكثر بيانات حول مسألة عملية الانستوليشن. فنحن بنقوم بتثبيت الريد هات انتربرايز سيرفر 5، اضافة الى بنقوم تثبيت الابونتو سيرتيفايد، او بنقوم بتثبيت نظام تشغيل الابونتو، فعلى ما بال ما يقل على الريد هات. احنا بس نستغني عن الفيرجن ماشين دي لانه يبدو انه عندها مشاكل. بس remove yes. ننشئ فيرجن ماشين بشكل سريع جدا. هنا نختار ابونتو سريع جدا. بس براوز ايزو بس نستعير السي دي. استعرنا السي دي، نعمل اقلاع للابونتو، نرجع نكبر الشاشة. بس نعمل ريستارت للريد هات كمان. خلينا ننشئ فيرجن ماشين مثل الريد هات لأنه يبدو انه النسخة. يعني متأسف جدا انا عن عدم التحضير المسبق، فبس اعمل ريموف. احنا محتاجين ننشئ فيرجن ماشين سريع عند الريد هات. ريد هات 5. نكست 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 سيدي ايش اوبن نروح كده على ادرس لينكس، نروح على ريد هات. اوكي ستارت، نعمل فول سكرين. طيب دي واجهة تشغيل او واجهة اللي بتطلع او اللي بتصادفك اثناء اقلاع التحميل من سيدي لابونتو. بالنسبة لكلمة أبونتو فهي كلمة أفريقية تسمى بالأوبونتو، يعني معناها الهبة للإنسانية أو الهبة إلى الروح الإنسانية، يعني تدل على العمل المجاني والخيري. بس نتأكد إن الريد هات تشتغل. آه طبعا الريد هات تشتغل، نعمل بس إنتر حتى يبوت علينا. بس طيب ميزة الأبونتو وميزة الفيدورا إنه بيعطي لك لايف انفايرومنت. يعني إيش لايف انفايرومنت؟ يعني أنت بتتمكن إنك تشوف او انك تتعامل مع النسخه بشكل مباشر عن طريق السي دي. يعني انت بتقدر تشتغل عن طريق السي دي وتتعامل معاها بشكل مباشر، او اما انه انت تسوي لي عمليه انستوليشن. يعني انا لو قلت له تراي ابونتو فالنسخه تحتوي على لايت فيرجن، يعني نسخه صغيره مضبطه على السي دي ده، وانت تقدر تتعامل معاها. بس لو اخترت انستول ابونتو فانا بسيب عمليه انستول للابونتو بشكل اوفيشال، يعني بشكل رسمي. فنحن موضوعنا على انستول ابونتو، نختار انستول. هنا فهو قال لي اتليست لازم يكون عندك 4 جيجا بايت، ولا الانترنت لازم يكون كونكتد وحاجات زي كده. فده حفز الخيار، فهو بيسوي عمليه داونلود من موقع الشركه لبعض الباكجز، يعني بيسوي لي عمليه ابديت وتحميل لبعض الباكج. واذا هنا انا عملت انستول ثيرد بارتي سوفت وير اللي هو بيسوي لي عمليه
انهانسمنت او عمليه تحسين لاداء الام بي 4 والام بي 3 والام بي اي جي، يعني شغلات اوديو وما اوديو. فنحن مش موضوعنا دي الحاجات، ومهم ما نحناش، يعني انت كاي تي ما ينفعش تستعمل دي الشغلات، بس كهوم يوزر ممكن. كونتينيو، هنا يعطي لك 3 خيارات. الخيار الاول هنا ينبهك انه بيسوي عمليه مسح لكل الداتا الموجوده، يعني عندك في الجهاز بيسوي لي عمليه فورمات، يعني بيسوي لي بارتيشن بشكل كامل. شفت كيف الفكره؟ والخيار الثاني لو عملت له اوكي، اللي هو بيسوي عمليه انكريبشن او بيسوي لي عمليه تشفير. يعني الان لو عملت كونتينيو انا، فلاحظ ايش خلي، خلي اكتب الكي تبعك هنا واكتب الكي تبعك هنا. تعرف ليش؟ بقول لك مساله الانكريبشن دي توازي الى حد ما تقنيه البيت لوكر المتواجده في الويندوز. شفت كيف الفكره؟ اللي هو بتسوي عمليه تشفير للداتا تبعك، بمعنى اذا الكمبيوتر ده حقك انسرق فالناس ما بتقدرش تطلع على الداتا، واذا الهارد ديسك انسرق حصل له فيزيكال اتاك برضه الناس ما بتقدرش تطلع على الداتا. هذا اليوز ال ال ام في ال ال في ام عفوا، يعني لوجيكال فاليو مانجر، ده بيمكنك انه انت تعمل سناب شوت وحاجات شغلات زي كده، بس نحن بنتكلم عليه بشرح مفصل لانه مش موضوعنا الان، ده يعتبر يدخل من ضمن موضوع مواضيع السكيورتي والامور زي كده فيتاخر. نروح على سمثينج ايلس، نقول له كونتينيو. هنا اعطاني الهارد ديسك تبعي، تمام، فانا بقول له نيو بارتيشن. تلاحظ علامة البلس والماينس مش موجودة، تعرف ليش؟ لأنه بكل بساطة لما بيكون هاردسك جديد عدو ما تقسمش، عدو ما تعاملش على نظام تشغيل، فلازم انت تعمل له شنالايز، صح؟ فلازم تفرمته. اذا دي الشغلة هنا، عشان كده هو مش راضي يطلع لي اياه الا لما انا بتعامل معاه. نيو تيبل بارتيشن، ولو كونتينيو، شوف الان طلع لي الفري سبيس. هنا دي اي اف دي اي في اختصار لكلمه ديفايسز، تمام، فموجود في الديفايسز الفولدر الهارد ديسك نوعه ساتا ديسك اي اي اي، ده عباره عن رقم تسلسلي او حرف تسلسلي. يعني لو عندي ساتا تاني بيكون سات اس دي بي اس دي سي اس دي اي، ساتا ديسك اي ساتا ديسك بي ساتا ديسك اي الى اخره، تمام. فنحن نختار الفري سبيس. لو بتلاحظ الان زر الاد صار افيليبل، نقول له اد. انت ممكن تي ماينس وممكن تي بلس، وانت اختار اللي تحب. طيب هنا انا ممكن خلينا اخذ مساحة 200 كده، اسأل الصين نملك مساحة 200 ميجا. كمساحة 200 ميجا انا بعطيها للبوتينج بارتيشن الاقلاع، بخلي نظام الملفات اي اكستريم. ليش انا بخلي الملفات الاقلاع ك200 ميجا؟ وانا افضل انه البارتيشن الخاص بالاقلاع تخليه اول بارتيشن، هو مش مشكله في الانظمه الجديده، لا، فانت حطيته اخر بارتيشن، عنده مساله، يعني عنده تقنيه بيقدر يعمل ديتكت على نفسه، يعني بيقدر يفحص ويكتشف هذا الشيء من نفسه. بس انا ك200 ميجا حطيت، ف عشان واحب انه انا عشان تكون مساحه انف، وهو اللي بيطلبها اساسا 200 ميجا، وحبيت احطه في البدايه عشان مساله الاسراع في عمليه البوتينج. تقول له اوكي، اذا في صار عندي الان بارتيشن خاص بالبوتينج. نروح الى هنا نقول له اد. احنا محتاجين ناخد بارتيشن تاني عشان الرام، شفت؟ عشان موضوع الميموري، وهذا بيكون عبارة عن السواب. شفت السواب اريا كده، اللي هو عبارة عن الفيزيكال ميموري، او بالمايكروسوفت تسمى بالفيرجوال ميموري. انت تقدر تسميه فيرجوال ميموري، تقدر تسميه بيجينج فايل، تقدر تسميه سواب ميموري، فباللينكس سواب. فانا بحط له 2 جيجا، يعني 2000. انت لو محتاج تضبط القيمة بشكل صحيح تاخذ الاثنين وتضربه بالالف 24 وبيطلع لك الناتج وتكتبه.
بس خلي بالك ان ال 24 دي مساحة مهدورة وما تقدرش تستفيد منها، لأنه مش موضوعنا ده، ما نتكلمش فيه، ده موضوع A بلس. افترض انك تكون عارف الكورس ده، نقول له اوكي. فنحن قسمنا الآن كمان فيرجوال ميموري، نجي إلى هنا تاني مرة. الآن بنقسم السيستم أو البارتيشن اللي بينزل عليه نظام التشغيل، ونظام الملفات بيكون X3، تمام؟ إذا البارتيشن ده بيكون اسمه سيستم، وأنا بعطي له هنا كم؟ خلينا أقول لك 10,000، يعني 10 جيجا. أقول له أوكي. أنا هنا عندي الآن آد، بأسوي بارتيشن خاص باليوزرز وبأحط لهم مساحته 3 جيجا. شفت؟ برضو EX3. بقول له أوكي. ده البارتيشنز اللي أنت لو عندك يوزرز مش عامل لهم كوتا، فممكن تعمل لهم بارتيشن مستغل بحد ذاته وكلهم يقدروا بياناتهم فيه. وما تبقت من مساحة فأنا بعطيها للفار. الفار ده عبارة عن بارتيشن بيحتوي على اللوكس فايل، تمام؟ اللوكس فايل الخاصة بنظام التشغيل. أنا بقول له أوكي. إلى هنا أنا استفدت من الهاردسك بشكل كامل ومنطقي. فبختار البارتيشن اللي بيتستب عليها النظام اللي هو ده، لأنه يرمز بالفورورد سلاش اللي عبارة عن الروت بارتيشن. فبقول له انستول ناو. طيب إذا بتلاحظ هنا مقسم عبارة عن الدايجرام، فهو الآن إذا بتلاحظ بيسوي لك عملية الانستوليشن تحت كرية الفايل والحاجات والشغلات زي كده. فأنا برجع للريد هات، فهو هنا يقول لي أنا محتاج أختبر لك الميديا الديسك السي دي القرص حق الريد هات. فأنا بقول له اسكيب، مش محتاج تختبر لي إياه. بس نلقي نظرة على بونتو. طيب على ما بال الريد هات يعني يعمل رننج، نرجع هنا ونكمل الإعدادات. فهنا بيقول لك اختار التايم زون، فنحن بنختار اليمن، تمام؟ اخترنا اليمن عدن، نقول له كونتينيو. هنا انت بتقول لك حدد الكيبورد لاي اوت، اللغه الخاصه بالكيبورد، نحن نخليها از ديفولت. انت ممكن كمان تضيف العربيه، ممكن تضيفها كمان فيما بعد، ما فيش مشكله يعني. طيب هنا يور نيم، الاسم اللي محتاجه. كمبيوتر نيم بيكون اسمه ولا داش فيرجن ماشين، هذا بالنسبه لليوزر نيم. بالنسبه للباسورد نحن ممكن نحط باسورد، تمام؟ نحن نحط باسورد. طبعا هذه باسورد مش قويه زي ما تشوف، كاتب لك فير باسورد لسبب واحد. نحن ما بنستعملش باسورد كومبلكس لانه يعني ده يستخدم نحن بنستخدم الفيرجوال ماشين دي فور اديوكيشن ريزن، يعني ماهيش لسيرفر وحاجات زي كده. بس انت عندك في الشغل ما ينفعش تستخدم الكلام ده، لا لازم يكون عندك بوليسي وعندك رولز وتمشي عليها. فنقول له كونتينيو. طبعا بتلاحظ الان بيبدا يسوي عمليه التحميل زي ما اتفقنا، انه 12 دي ترمز لسنه 2012، لكن العشرة بترمز إلى الشهر، يعني دي النسخة نزلت في الشهر 10 2012. طبعا هنا لو ممكن تقرين انت بعض الفيتشرز والحاجات والشغلات زي كده. فهو بيسوي عملية انستليشن. نحن نرجع للريد هات. ده الريد هات، ريد هات انتربرايز لينكس. فنعمل نيكست، دي الويلكم سكرين تبعه، نعمل نيكست التالي. طبعا هنا بيقول اختار اللانجويج او الريجن، فنحب نقول له كمان برضه اللغة الانجليزية. طبعا هنا الكيبورد لانجويج، لغة الكيبورد اخليه از ديفولت انجلش. طبعا هنا هو بيطلب مني رقم وحاجات يعني وشغلات عشان موضوع الريجن وما الريجن، بس انا بتجاوز الكلام ده. كمان بعمل سكيب. بالرسالة دي يقول لي انه انت لازم يعمل لك اشنلايز. ده بتلاحظ هنا على البارتيشن، تمام؟ ليش؟ لانه الهاردسك عدو لسه جديد، ما حصلوش عملية تعامل. فنفس الواجهة دي انت بتصادفه سواء بالفيرجوال ماشين او بالريال لايف او الريال انفايرومنت.
يعني انت بتصادف عادة لما بيكون ال يعني الهارد ديسك عدو جديد، يعني ما تعاملش مع نظام تشغيل ما تفرمتش، يعني عدو لسه ضبط المصنع، بتقول له يس انتهى. طب هنا لو فتحنا المنيو عندي اربع خيارات. الخيار الاول قال لك ريموف اول بارتيشن اون سيلكتد درايفز، يعني اذا كان الهارد ديسك ده متواجد فيه مجموعة من البارتيشنز انت بتسوي عملية ريموف لكل اول بارتيشنز. بس ده متى بينتفع، متى بتستخدم ده الخيار؟ لما بيكون هارد ديسك اوريدي يوزد من قبل، يعني قد كان مستخدم من قبل، انت بتستفيد من ده الخيار. الخيار الثاني قال لك ريموف لينكس بارتيشن اون سيلكتد درايفز، هنا بيسوي لي عملية حذف او ريموف فقط للبارتيشنز الخاصه باللينكس، زي ايش؟ زي اكس تي 2 اي اكس تي 3 اكس تي اي اكس تي 4 زي السواب زي اليوزرز زي البوت، دي الشغله. هنا قال لك يوز سبيس اون سيلكت درايف كرييت ديفولت لاي اوت، فهنا بيروح بيستخدم لي السبيس كامل، لكن انا اللي محتاجه اكستم. شفت انا اشتي اعمل لي كاستم فبقول له نيكست. طبعا برجع باك، طبعا هنا بالادفانس هنا انت بتلاحظ اد يعني ايس كازي تارجت، ده لو كان عندي انا فيبر شانل وباك اب سيستم سان ستوريج وحاجات زي كده فبقول له نيكست. ده بتلاحظ دي الامتي سبيس اللي طلع لي اياه البارتيشن تبعي ومساحته 20 جيجا، فدي العباره عن الفري سبيس تبعي. فانا طبعا هو ليش انا قدرت اتعامل معها على عكس الريد هات على عكس الابونتو، لابونتو في دي الخطوة راح عمل لي اشنالايز، لكن في ريدات لا عمل لي اياها من قبل وشفت الواجهة اللي طلعت. فانا بقول له نيو عشان اقسم نيو بارتيشن كنظام ملفات، بقول له اكس تي 3. طيب بوينت ايش؟ زي ما اتفقنا من قبل، اذا نحن اول بارتيشن نتعامل معاه اللي هو البوت، وقلنا ريكومندد 200 ميجا. تمام 200 ميجا، اذا بتلاحظ انا فيكس سايز فول سبيس ميجا بايت وشغلات زي كده. فنحن نقول له اوكي، ونحن قطعنا الان مساحه 200 ميجا، ونجي ثاني مره نيو، وبنقول له محتاجين نعطي له السواب. طيب كسواب وبعطي له 2 جيجا، قلنا لازم يكون مرة ونص من حجم الرام الحقيقية. نروح نيو كمان، عفوا بس قول له اوكي كنسل لانه ما عملش سيلكت، نيو كنسل كده، وبعدين نفتح ونجي على الروت اللي بينزل عليها النظام ونقول له وليكن 15 جيجا، نقول له اوكي، ونجي ننزل كمان على السبيس. ده بتلاحظ بدأ يتقسم الآن، شفت SDA2 SDA3 SATA disk 1 SATA disk 2. ليش؟ شوف إذا بتلاحظ هنا كاتب لك SDA2 يعني SATA disk A البارتيشن رقم 2، شفت الفكرة كيف؟ شوف هنا كاتب ديفايز كاتب لك SATA disk A البارتيشن 1 SATA disk A البارتيشن 2 SATA disk A البارتيشن 3، يعني لو في هارد ديسك جديد بيكتب لي اس دي اي بي 1 يعني بارتيشن رقم 1 كده، وعلى ذا الحال تمشي يعني. فنحن نقول له نيو، فنختار كمان لليوزرز نقول له حط لهم 2 جيجا اوكي، وما تبقت من فري سبيس 1 جيجا ونص، احنا بنعطيها لمن؟ للفار او ما تسمى لللوكس فايلز، عبارة عن 1500، نقول له اوكي. لا هي اصغر، خلينا ممكن 1200 كانت، طبعا 1200. الان انتهيت من عملية تقسيم البارتيشن، ولو بتلاحظ استفدت من تقسيم الهارد ديسك بشكل كامل، لان انا محتاج اسطب او انصب نظام التشغيل، فبروح على البارتيشن ده لانه ده القرص اللي بينزل عليها النظام، فبقول له نيكست. تمام؟ طبعا
يعني انتهينا احنا من عملية التقسيم البارتيشنز والحاجات زي كده. فعبارة كان عن يعني سمري سريع. فهنا بيحدثنا كمان على الإيترنت، بيقول لي انت عندك هنا إيترنت، لو محتاج انا اعمل النتورك سيتنج هنا إديت، فلو عندي بعض سيتنج بحط اي بي وشغلات زي كده، او يعني اي بي فيرجن 4 او اي بي فيرجن 6 وامور شغلات زي كده، او مانوال او جيت واي او امور زي كده. فنحن ما نعملش السيتنج دي قبل نيكست. فهنا بيقول لك اختار الريجن اللي انت فيه، فانا بختار اليمن يعني كده مثلا. اوكي عدن، اسيا عدن، فبعمل نيكست. قال لك الروت باسورد اللي ما يعادل بمايكروسوفت الادمين، فانا بعطيه باسورد الروت. خلي بالك نحن الروت اللي تكلمنا عليها ما عملناش كومبلكس روت، لسبب انه ده كان استخدم فور اديوكيشن ريزن، يعني مش لسبب انه انت بتشتغل في كومباني او في اورجنايزيشن، لا ما ينفعش. فهنا بتكلم لك على الباكجز. فلو قلت له انا سوفت وير ديفلوبمنت، فدي باكج مصممه للناس اللي بيشتغلوا يعني على ديفلوبمنت على بروجرامينج. بس لو كان بيكون عباره عن ويب سيرفر، يعني ناس بترن اتش دي بي تي بي، ناس بترن عليه اف تي بي تي اف تي بي وشغلات زي كده، فممكن ايش نستعمل دي الاشياء. فنحن نعمل نيكست. ممكن تكاستم ليتر وممكن تكاستم ناو الان. يعني خلي بالك ليش مكتوب كاستم ناو، لانه بيطلب لك عمليه كونكشن على الانترنت، لانه انت لما بتشتري باكج من الانترنت فاكيد بتحمل وانت كونكتد على الانترنت عشان تقدر تكاستم وتنزل بعض الفيتشرز وتستفيد منه. هنعمل نيكست. نرجع على ما بال هو نشوف الابونتو. ابونتو ما زال ينصب، بس طبعا نحن نستكمل شرح النقاط الأساسية في اللينكس في الريد هات في مسألة الانستوليشن، ونرجع مباشرة ننتقل بشكل دايركت او بنوقف الفيديو وبعدين بنرجع بعد ما يخلص عملية الانستوليشن عشان ما ياخدش علينا يعني تايم ويكون حجم الفيديو طويل. إذا بتلاحظ هو كاتب يعمل تشيكينج للباكج الآن اللي سيلكتد، فنعمل نيكست. فإذا بتلاحظ عامل لي فورماتنج للفايل سيستم، بيبدأ بيجهز الفايل سيستم اللي نحن اتفقنا عليها اللي هو عبارة عن الـ EX3، وبيبدأ بينصب نظام الريد هات حاليا. فنحن هنا الآن بنوقف الفيديو لغاية ما يتم الانتهاء من مسألة التحميل ونرجع مرة ثانية. طبعا كما تشوفوا انت خلص انتهت عملية الانستوليشن تمام. فدي عبارة عن الويلكم سكرين الخاصة بريد هات. كمان يبدو انه لابونتو انتهى من عملية الانستوليشن بالضبط، بس يبدو انه عمل تعليق. فنعمل نيكست اي بمعنى فورورد. دي عبارة عن الاجريمنت اللي انت اجباريا لازم توافق عليها. فاذا قلت نو فما ينفعش، يا تعمل شت داون يا توافق على الاجريمنت دي. شفت الفكره؟ فلازم تطلع تقول له يس، نقول نيكست. طبعا هنا عباره عن الفاير وول بيتكلم لك. فهنا انت بتحدد اللي هو عباره عن التراستد سيرفيسز، ايش الخدمات اللي انت تثق فيه به، مثلا التلنت ما فيش داعي تقفل لي اياه، لانه اي شيء ما بيكونش معمول له اكسبشن بيتم اقفاله، ولازم انت تدخل على الاي بي تيبل تمام وتفتح من الفاير وول نفسه. هنا اذا انت محتاج تكستم على بورت محدد، مثلا البورت رقم 80، تعطيه البورت رقم 80 هل هو تي سي بي ولا هو يو دي بي، تختار وتقول له اوكي. فانت تعمل اكسبشن على الكلام ده، مثلا تقول له فورورد هنا يس. طيب هنا الاس اي ال اللي هو عباره عن السكيورتي انهانسد لينكس، فهذا هو بيسوي لك عمليه يعني مور سكيور على الداتا المتواجده في ملف اللينكس. انت ممكن تعمل له انيبل او ديسيبل او انفورسنج، نحن نخليه ديفولت. كيدامب، كيدامب دي عباره عن خدمه اللي هو انت اذا طفأت الكهرباء وفي كانت سيرفيس شغال،
فهو بيحصل له عمليه، يعني كان بالسابق ايام الاي اكس تي 2، فكان السيرفس دي توقع بعد عمليه التشغيل، لكن الان لا، مع ايام الاي اكس 3 فصارت الخدمه اكتف، فهو ممكن يتجاوزه ويعمل لي عمليه ري ستارت، يعمل يس. واضح الكلام. ديت ان تايم يعني، وتتحكم، نخليه از ديفولت. احنا هنا كمان عندك نتورك تايم بروتوكول، اعمل نيكست، سيت اب سوفت وير ابديت، بتختار اذا ايش نوع الباكيج وايش الابديت اللي انت بتتعامل معاه وحاجات زي كده. ليتر تايم، مش الان بعمله، بقول له يس، بقول له ثانك يو، فقال لي بيسوي عمليه فينش ابديت ستب. نعم. فالان جيت الى مساله كرييت اليوزر، فانا بنشئ اليوزر اللي احب انشئه، اليوزر نيم، الفول نيم، الباسورد، اعمل لكم فور بتاكيد. تمام. هنا لو قلت له يوز نتورك لوجن، فتحت كده، فهنا بيقول لي ايش نوع السيرفس اللي انت شغال فيه به. مثلا اذا كان اكتيف دايركتوري فانا بعمل الداب. تمام. عندك هنا مساله الكير بروس والالداب والحاجات زي كده، اذا يعني بتشتغل دي على موضوع الدومين، فبقول له فورورد هنا. فهنا بالاوديو يعني ميوزك وحاجات زي كده، بلاي ستوب بيشغل لك. تمام. فنقول له كمان فورورد هنا، ده شيء تعمل عمليه اديشنال CDs. عندك مجموعة من الباكج او السوفت وير تحتاج تعمل لها انستليشن، مش محتاج انا، فاقول له فينيش، اقول له اوكي. بس ما هو يبدا يستارت، فنحن نشوف الابونتو، الابونتو ما زال عامل هانج، بس نعمل ريستارت للابونتو. بس مش مشكلة الابونتو، يعني نحن شفنا ابرز النقاط، نحن كان كل ما يهم نحن باللينكس. فهو الان سوى عملية ريستارت الريد هات حاليا. تمام. ما بياخدش وقت كبير جدا يعمل ريستارت. نشوف الابونتو بات ولا لا، هذا ما زال. الان بيسوي عملية تشيكينج للفايل سيستم. اذا بتلاحظ هنا كاتب لك EX2FS EX2 file system partition type، هنا كاتب لك اللي هو على الساتا 1 على الساتا 2، فبيشوف البوت يعني ملفات البوت. يضبط السيتنج بس. زي ما نشوف لابونتو، ما زال لابونتو في مشكلة. طبعا هو الان بيسوي عملية ال يعني عملية ستارت السيرفيسز وحاجات شغلات زي كده. بزي ما هو يعمل ستارت نحن نشوف. طبعا الابونتو ده بتلاحظ اشتغل خلاص، خلص انتهى من عملية الانستوليشن، فنحن ممكن ندخل مباشرة. ريد هات ما زال يعمل لودينج، والابونتو يعمل لي بريبير للديسكتوب انفايرمنت. دي شكل الابونتو، بدا يقلع الان يشتغل. وريد هات ما زال، كما تشوف قدامك دي واجهة الابونتو، واجهة مشهورة ومعروفة عند الكل. تمام. زاد السيتنج هنا. هنا عندك الداشبورد تبعك، وانت ممكن توصل لشيء مثل التيرمينال، شفت وصل للتيرمينال حتى تقدر تتعامل معاه. عندك لو ممكن تروح على جو، ممكن تروح على الكمبيوتر نفسه. شفت الفايل سيستم ده البارتيشن اللي حتكلمنا عليه، لو فتحناه فشفت عندك البوت، عندك البن، عندك كل شيء يعني متواجد فيه.
تمام. نخرج بس السي دي عندك للديسكتوب. فنظام مرن يعني حقيقة. نشوف الريد هات، صار الريد هات اكتيف شغال. فندخل بالباسورد الخاصة بالروت ادمين، عفوا اليوزر نيم هنا كان اسمه ولا، بعدين الباسورد. دي الانترفيس الخاصة بالريد هات، طبعا نفس الانترفيس نفس الشكل مع اختلاف بسيط، مع اختلافات بسيطة جدا او طفيفة جدا. فكان في لابونتو لو بتلاحظ شكل الستارت منيو متواجد هنا في الكورنر يعني، لكن في ريد هات لا. فعندك هنا الابليكيشن، تفتح بتشوف الابليكيشن اللي تتعامل معاها، البليس، الكمبيوتر معك، السيستم كمان شفت، النتورك والحاجات والشغلات زي كده فوق اللي. فبتلاحظ احنا تكلمنا على الروت ده، فقلنا ده اللي بينزل فيه ملفات النظام. فشفت ملفات النظام كيف متواجدة هنا نفس الشكل، الاوديو والحركات والشغلات. عندك 4 فري ديسكتوب. احنا مش موضوع ان احنا الان ناخد يعني نتكلم على انترفيس وشغلات وحاجات زي كده. هذه كانت عبارة عن لمحة او وقفة سريعة حول مسألة التنصيب في الابونتو وتنصيب في الريد هات. الى هنا كان معكم اخوكم ولا عصام، اشكركم على حسن الاستماع، طيب الله اوقاتكم، شكرا جزيلا.